طور الزومبي بكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور او الحرب البارده تسرب بالكامل فعليا، البركات، الاسلحه، الباك بانش، الشخصيات، المابات كلها تسربت وكلها راح نسكرها بهالفيديو. ففيديو اليوم فيديو دسم، فيديو فيه معلومات جدا خرافيه، ولا تخافوا ما راح احرق على القصه، فقط راح اتكلم عن تفاصيل يعني اللي هي ما فيها حرق عن القصه نفسها او عن الالغاز. فاي فيديو خرافي اتمنى يعجبكم. يلا خلينا نبدا. قبل نبدأ الفيديو بس حاب انوه انه هالفيديو برعاية لوجيتك وبالذات بسماعتهم الخرافية الجديدة اللي هي لوجيتك برو اكس جيمنج هيدسيت. السنة الماضية لوجيتك ارسلوا لي نفس هالسماعة وعملت لها انبوكسنج باحد فيديوهات التوب 10 وكانت صراحة من افضل السماعات اللي بجربها. هالسنة ارسلوا لي نفس السماعة بس هي النسخة الجديدة واللي تدعم الوايرلس، وطبعا اي شيء وايرلس من لوجيتك سواء ماوس كيبورد او حتى السماعة شايفينها قدامكم حاليا بتدعم خاصية اللايت سبيد او سرعة الضوء، حرفيا سرعة الضوء، فاي شيء وايرلس عندهم ما راح تحس فيه تأخير ابدا. طول الوايرلس بيوصل لفوق ل 13 متر و 2.4 جيجا هرتز، والبطاريه فينك تستعملها لفوق ال 20 ساعه. السماعه بتدعم النظام المحيطي اللي هو X2.0 اللي هو الجيل الجديد من انظمه الصوت المحيطيه يلي يتفوق على 7.1 اللي موجود بكل السماعات حاليا. هاي السماعه فيها نظام يتفوق عليه. واذا كنت راح تستعمل السماعه على البي سي فالسماعه فيها برو جي 50 mm درايفر واللي هو برنامج مخصص لالعاب الفيديو راح يعطيك صوت جدا نقي للسماعه. واخيرا ونقطه جدا مهمه بالسماعه اللي هو الميكروفون من انتاج شركة بلو مشهورة بالمايكات الاحترافية، فصوت المايك جدا نقي. إذا كنت مهتم تعرف تفاصيل أكثر عن السماعة فشيك اللينك الموجود بالوصف، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. وشيء ثاني بسيط حاب أنوه عليه قبل نبدأ الفيديو، متذكرين الباكيجات اللي شركة أكتيفيجن أرسلوها لبعض اليوتيوبر قبل نعرف أي شيء عن بلاك أوبس كولد وور، وبعدين الباكيجات هاي ودتنا على موقع ومن الموقع صار في ألغاز يومية، وبالأخير شفنا إعلان بلاك أوبس كولد وور هو إعلان قصة. حاليا بدأوا نفس الشيء بس مع الزومبي، ارسلوا بعض الباكيجات لبعض اليوتيوبر، ولما حلوا اللغز اللي فيه طلع انه اليوم بموعد نزول الفيديو اللي هو 23/9 الساعه 7 بالليل توقيت السعوديه راح يكون على موقع بون تيك بون في الغاز للزومبي. فما راح اغطيها بالقناه اول باول، لا راح استنى للالغاز كلها تنكشف وبعدين اسوي فيديو احللها، بس راح اغطيها اول باول للالغاز على حسابي على الانستغرام على الستوري وعلى تويتر. فاذا تبي تشوف الغاز اول باول اليوم وبكره وبعده شيك حسابي على انستغرام وتويتر، راح تلاقي اللينكات موجوده اول شيء بالوصف. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، قبل نبدا بالتسريبات خلينا نتكلم على الغاز الزومبي اللي شفناها بالفا بلاك اوبس كولد وور. طبعا الالفا كانت فقط للملتي بلاير وكان في احد المابات اسمه موسكو. طبعا اسم الماب واضح انه الماب بروسيا لانه موسكو هي عاصمه روسيا. باحد الغرف بماب موسكو بنشوف على الطاوله عنا لعبه او دميه مشهوره بروسيا اسمه موتشكودور. فهالدميه كانت عباره عن قنبله موجوده عنا بماب كول اوف ذا ديد، ماب اسنشن، وبماب تاج دير انتوتن. فنفس شكل الدميه بالضبط اللي شفناها بالزومبي موجوده هون، والشيء المجنون انه جنبها هالدميه على شكل ركتوفن مثل ما شايفين قدامكم. هذا ركتوفن التمس او الكبير، واصلا ماب اسنشن ببلاك اوبس 1 كانوا عاملين هالدميه على شكل ركتوفن نفسها بالضبط اللي شايفينها حاليا بموسكو. بماب اسنشن كانوا عاملين هالدميه هاي على شكل نيكولاي، تاكيو، ديمسي وركتوفن، فنفس شكلها بالضبط موجوده حاليا مثل ما شايفين. فهذا الكلام شو بدل؟ اول شيء الملتي بلاير دائما بكل اجزاء بلاك بيكون مرتبط بطور القصة، يعني دائما المابات الملتي بلاير بتكون مناطق من طور القصة وحتى احيانا الشخصيات. وهم ببلاك اوبس كولد وور شفنا شخصيات القصة نفسهم موجودين بالملتي بلاير وفينا نختارهم ونلعب فيهم، فهذا بدل انه الملتي بلاير متصل مع طور القصة. وشو الشيء الثاني اللي متصل بطور القصة؟ الزومبي. مثل ما شفنا اعلان الزومبي او التلميح اللي كان 10 ثواني، سويت فيديو 20 دقيقة حللته، اذا ما شفت الفيديو نصيحة تروح تشوفه. فبهذاك الفيديو شفنا انه شخصية ويفر من طور القصة ببلاك اوبس 1 كان موجود بالزومبي، وشخصية ستاينر كمان من قصة بلاك اوبس 1 كمان كان موجود بالزومبي او موجود بتيزر الزومبي. فحاليا الملتي بلاير عطور القصة مع الزومبي كله مرتبط كله بعالم واحد، فمشان هيك بنشوف دمية ركتوفن موجودة بالملتي بلاير. طيب ماب موسكو اللي شفنا فيه الدمية بروسيا صح؟ وشخصية نيكولاي من الزومبي كمان روسي. الشيء المجنون انه نيكولاي بقصة الزومبي كان دائما يحكي انه عنده اخت بروسيا، واخته لنيكولاي كانت تصنع هاي الالعاب الماتشكادول، ففعليا ممكن قاعدين نشوفها حاليا هي من صناعة اخت نيكولاي، بس هذا كله مجرد توقعات ما في اي دليل. Cute little trinket. Maybe there's vodka inside, eh? Hey, I used to have some of these back home. I have sister who used to make these.
تشيز بيتش. تلميح ثاني على الزومبي بماب موسكو، جنب الدميات هدول ماتشكادول في لعبة شطرنج انتم شايفينها قدامكم. ترتيب الجنود على لعبة الشطرنج هو نفسه بالضبط ترتيب الجنود بلعبة شطرنج موجودة بنيوك تاون زومبي ببلاك اوبس 2، فما اظن هي صدفة ابدا. طيب هيك بنكون خلصنا من الالغاز البسيطة اللي شفناها بالفا بلاك اوبس كولد وور. حاليا رح نبدا بالتسريبات، ففي تسريبات جدا قوية وفي معلومات كتير، معلومات الزيادة عن اللازم عن زومبي بلاك اوبس كولد وور، فممكن البعض يشوفها حرق مع انه ما في حرق على القصة ابدا، فقط معلومات عن المابات والجيم بلاي والاسلحة، وفي توقعات عن القصة بس ما في حرق عن القصة، فبس حاب انبهكم لانه ممكن في بعض الاشخاص ما بدهم يعرفوا معلومات عن الجيم بلاي. طيب خلينا نتكلم عن المابات. اللعبة رح تبدا باربع مابات زومبي، بس هم فعليا مابين، الحين رح تعرفوا. اول ماب اسمه الكود نيم تبعه كان قبل نعرف اسمه الحقيقي زي ام سيلفر، حاليا نعرف اسم الماب الحقيقي، اسم الماب ديس ماشين اللي هو اسم بالالماني، لما نترجمه للانجليزي بيطلع ذا ماشين، بالعربي الاله. فالماب عن اله ضخمه، عن اله كهربائيه، وعلى الاكثر هي التليبوتر، راح اتكلم بعد شوي عن تفاصيل التليبوتر. فالمهم الماب هو هذا نفسه اللي شفناه بالاعلان، شفنا متطفات بسيطه جدا بالاعلان، هذا هو الماب الاساسي اللي اسمه دايس ماشين. الماب راح يكون ناخذ دير انتوتن كغرفه بدايه فقط، يعني راح نبدا بناخذ دير انتوتن من البدايه، وبعدين راح يكون ماب جدا ضخم، بس ما راح يكون ماب ترانزيت. نحن نعرف انه ناخذ دير انتوتن موجوده جوا ترانزيت، بس حاليا راح نشوف ناخذ دير انتوتن ويكون ماب بعدين كبير بس ما له علاقه بترانزيت. طبعا شرح الماب انه الاتحاد السوفيتي او الروسيين استعملوا محطة ناخذ دير انتوتن بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ما كانوا مسيطرين عليها الالمانيين، استعملوها ليبنوا سلاح نووي او استعملوها كنيوكلير فاسيليتي او منشأة نووية نوعا ما بالحرب الباردة. فبالماب راح يكون في زومبي المانيين وفي زومبي روسيين. الزومبي الالمانيين هم اللي كانوا ميتين هناك بالحرب العالمية الثانية، لما اجوا الروس وسووا يعملوا تجاربهم، التجارب النووية والتليبوتر وكذا، فعيشوا الالمانيين اللي كانوا ميتين من الحرب العالميه الثانيه يعني شي 40 سنه، قاموا كزومبي قتلوا الروسيين وصار عنا زومبي روسيين وزومبي المانيين، ونحن رح نلعب كجنود امريكيين. طبعا تسربت صوره من الماب ما اقدر اعرضها بالفيديو، بس فيكم تشوفوا رابط الصوره بالوصف. الصوره ما هي واضحه ابدا، بس اللي مستنتجه من الصوره انه نحن واقفين برا ناخذ دير انتوتن، يعني مو واقفين بناخذ جواتها، لا براها. وكمان بنشوف انه الماب ثلج، وبنشوف انه في بيرك الديتشوت، فهذا بياكد لنا انه البركات رح ترجع، بنشوف فقط بيرك الديتشوت. طبعا اللي هيروح يشوف الصوره رح تشوف انه الصوره ما هي واضحه، وراح تشوف انه في عندك خريطه ميني ماب وعندك الهاد نفس المالتي بلاير. لا تخافوا من الهاد او الخريطه، هذا كله فقط بليس هولدر مثل ما بسموه بالانجليزي، اللي هو انه هم حاطين حاليا الشاشه نفس المالتي بلاير، انه عندك خريطه وعندك قنابل تحت، هذا فقط شيء مؤقت، لما تنزل الماب راح يكون شيء مختلف كليا. نفس من زمان تسربت صوره لزومبي انفنت وورفير، فلما تسربت كان الاتش يو دي او الهاد نفس المالتي بلاير بانفنت وورفير، انه عندك سبيشاليست وعندك مدري ايش، بعد لما نزل الماب ما كان فيها الاشياء. طيب مره ثانيه اللي هيروح يشوف الصوره لا تخاف من الهاد والميني ماب وكذا، هالاشياء ما راح تكون موجوده بالماب نفسه، فقط شيء مؤقت للشركه يجربوا الماب ويعملوا له تيستينج. طيب راح نكمل كلام عن الماب بعد شوي، خلينا حاليا نتكلم على باقي المابات. اترككم من شوي انه اللعبه راح تنزل باربع مابات بس فعليا مابين، ليش؟ لانه الماب الثاني هو ماب ناخذ دير انتوتن سيرفايفل، يعني فعليا فقط ناخذ دير انتوتن، فهذا بدلنا انه الماب الاول اللي اسمه ديس ماشين هو ماب ضخم، وناخذ دير انتوتن هي فقط البدايه فيه او محطه من المحطات، فمشان هيك حطوا لنا ماب ناخذ دير انتوتن ماب مستقل سيرفايفل اللي هو بس عشان تفوت وتوصل راوندات. طيب والماب الثالث هو ماب اساسي كان الكود نيم تبعه زي ام بينك، وحاليا عرفنا اسمه الحقيقي، اسمه فاير بيس زد او محطه النيران الزومبي او شيء من هالكلام. فهالماب ما عندنا معلومات عنه، ما عندنا اي صور، ما عندنا اي شيء، بس اللي نعرفه انه الماب بالفيتنام، فتوقعوا الماب يكون شبيه بزيتسو بونوشيما او شانغريلا، انه في اشجار وخضار وشيء من هالكلام. واللي ما يدري ببلاك اوبس 1 الحزمه الثالثه كان مفروض يعملوا ماب بالفيتنام، وكان مفروض يحطوا شخصيات طول القصه بماب الزومبي. اي فعليا ببلاك اوبس 1 كان الماب الثالث راح يكون بالفيتنام، كانوا راح نلعب شخصيات القصه اللي هو شخصيه سارجن فرانكود، وهذا بوستر للماب، هذا بوستر رسمي من الشركه، بعدين لغوا الفكره وعملوا ماب شانغريلا وخلوا شخصيات الزومبي. فاصلا يعني بورجيكم الكلام انه من زمان الشركه في بالها او في راسها انهم يدخلوا القصه او شخصيات القصه بالزومبي، بس غيروا رايهم وحاليا راح يدخلوهم فعليا، فمن زمان هالفكره ببالهم. وحتى شخصيه سارجنت فرانكود اللي كان المفروض يكون بماب الزومبي ببلاك اوبس 1 حاطط وشم على ايده، والوشم مكتوب عليه 115، واظن الكل بيعرف شو هو ال 115.
والماب الرابع عند النزول هو ماب ديد اوبس اركيد. فمثل ما قلت لكم هو فعليا مابين، هو ماب الفيتنام وماب فاير بيس، والمابين الاكسترا هما نخدر عن توتن سيرفايفل وماب ديد اوبس اركيد. اللي ما بيعرف ديد اوبس اركيد بدات ببلاك اوبس 1 وشفناها ببلاك اوبس 3 وحاليا ببلاك اوبس كولد وور، اللي هي عباره عن اركيد تلعب من فوق وشغل فله يعني، ما هي نفس نظام الزومبي العادي اللي هو بيركات وباك بانش وهيك، لا فقط لعب اركيدي. راح يكون فيها خبصه، راح نشوف فيها وحش الافاجادرو من الفا اوميجا، راح نشوف فيها بروتوس، راح نشوف فيها كتير اشياء، فراح تكون نوعا ما شغل فله وما له علاقه بالقصه نوعا ما. فهي جميع المابات اللي راح تكون عند النزول تسربت بعد مابات الدي ال سي، بس اللي تسرب فقط الكود نيم تبعهم او الاسم البدائي، ما تسرب اسمه الحقيقي. عندنا ماب اسمه زي ام بلاتينيوم، هذا ماب دي ال سي راح ينزل بعدين، ما راح ينزل مع نزول اللعبه، ما بنعرف اي شيء عنه، بس بنعرف انه الماب بالمانيا ببرلين. فبعض الناس متوقعين كينو ديرتوتن، نفس الماب الاول اللي هو ديس ماشين اللي هو بدايته فقط ناخذ عن توتن، بعدين في ماب كبير، فالناس متوقعين نفس الشيء انه هون بدايه الماب يكون كينو ديرتوتن وبعدين ماب كبير. ممكن اي ممكن لا، مجرد توقعات. والماب الدي ال سي الثاني اللي تسرب الكود نيم تبعه ذا جاينت، فاي ما ادري كمان ممكن نفس الشيء اللي هو ماب ذا جاينت او ديريس يكون فقط البدايه وبعدين تكمل. فاي ممكن ذا جاينت يكون شيء ثاني كليا ما له اي علاقه بديريس او ذا جاينت اللي نعرفها ببلاك اوب 3 وورد ات وور. فاي نستنى ونشوف. فاي بالنسبه للدي ال سي فقط سربوا اول مابين مثل ما قلت لكم اياهم اللي هم برلين وذا جاينت، وكمان طلع كلام انه راح نشوف ترانزيت وراح نشوف باقي المابات اللي ما شفناها اللي هي دايرايس موب اوف ذا ديد وبيريد ونيوك تاون زون، بس ما حكوا انه رح يكونوا من الدي ال سي ولا رح يكونوا مع نزول اللعبه. فالناس متوقعين انه رح يكونوا حزمه اضافيه بس تنتهي بلاك اوبس كولد وور، انه بس نخلص من كولد وور خلاص نشوف المابات كلها، رح ينزلوا حزمه خامسه ونشوف فيها ترانزيت بيريد موب اوف ذا ديد مثل ما هم بالضبط اللي بنعرفهم مع جرافيك افضل بكثير طبعا. بصراحه جدا مبسوط انه ما حملوا الحزمه الخامسه ببلاك اوبس 4، كانوا مخططين ببلاك اوبس 4، فجدا مبسوط انه اجلوها لبلاك اوبس كولد وور، رح نلعبها مع نظام احسن ومع جرافيك احسن بكثير. طيب خلينا نرجع للماب الاول اللي اسمه داس ماشين. مثل ما قلت لكم معنا داس ماشين بالعربي الاله، وطلع تسريب انه قصدهم بالاله هي التليبوتر، واللي شفناها بالاعلان، شفنا بالاعلان في زومبي واقفين تحت وفي مثل حبال جدا سميكه موصله بجهاز، فانه مثل هذا جهاز تليبوتر عم يبنوه ويطوروه العلماء بالاتحاد السوفيتي او الروسيين عشان ينتصروا بالحرب البارده على امريكا. طيب وحاليا عندنا اهم معلومه من التسريبات، واللي هي انه القصه ببلاك اوبس كولد وورد للزومبي راح تكون بعد احداث تاك دير انتو، يعني فعليا بعد احداث بلاك اوبس 4، شيء جدا مجنون. فنحن ببلاك اوبس 4 بالنهايه شو عملنا؟ خلاص ودينا كل شيء من العوالم المتفرقه للدارك ايثر او الايثر المظلم، وما ضل عنا الا يونيفرس او عالم واحد فيه ثمانثه وركتوفن الصغار وعايشين بسلام، وبعدين مع هالعالم صار في عالم ثانيه بس كلها عوالم ما فيها 115 ولا ابوثكن ولا زومبي، كلها عوالم متوازيه والامور فيها شغال تمام، لانه كل شيء من العوالم السابقه راح للايثر المظلم، ومنهم شخصياتنا اللي هم شخصيات الصغار والكبار وشخصيات ترانزيت هم راحوا للايثر المظلم. فاظن حاليا اللي راح نشوفه ببلاك اوبس كولد وور اللي هو احد العوالم الموجوده حاليا، العوالم الكويسه اللي ما فيها اي شيء، العلماء الروسيين بالاتحاد السوفيتي عم بيعملوا تجارب بالتليبوتر والسفر عبر الزمن وكذا مشان ينتصروا على امريكا بالحرب البارده، ومن وراء هالتجارب فتحوا البوابه للايثر المظلم وفتحوا بوابه للدارك ايثر، فصار الدارك ايثر عم بيجي للعالم عنا. وهذا الشيء صار اصلا بقصه الزومبي من زمان، قصة الزومبي من زمان كان انه الكيبرز الفاسدين محبوسين بالدارك ايثر والعالم كويس وما في اي مشاكل، فضلوا محبوسين بالدارك ايثر لملايين من السنين، بعدين مع الوقت تطوروا وقدروا انهم يطلعوا من الدارك ايثر وكانوا هم الابوثيكن، طلعوا كابوثيكن وصاروا يرموا الاليمنت 115 بالعالم وصارت المشاكل كلها والابعاد وكل شيء من وراء الابوثيكن. فحاليا نفس الشيء، حاليا من وراء التجارب اللي عم يعملوها العلماء الروسيين بالتليبوتر وكذا، واسم الماب اصلا ذا ماشين او الاله اللي هي التليبوتر، راح نفتح بوابه للدارك ايثر. فمشان هيك الماب واضح انه جدا جدا مخيف، لانه مابات الزومبي قبل كانت كلها بالايثر، كان الدارك ايثر يعني ما عندنا اي شيء من الدارك ايثر غير الابوثيكن، انه كانوا بالدارك ايثر وطلعوا للايثر او العالم العادي، والعنصر 115 اللي الابوثيكن رموه من الدارك ايثر للعالم، بينما حاليا عم ناخذ او عم نفتح بوابه على الايثر المظلم نفسه. فمشان هيك راح نشوف اشياء مخيفه جدا، لانه من اسمه دارك ايثر او الايثر المظلم. فصراحة جدا جدا متحمس، واصلا واضح الماب من الاعلان انه ماب جدا مخيف. وغير هيك شايفين
شايفين الاسهم اللي شفناها بالاعلان اللي لونها بنفسجي كانه فضاء نوعا ما. في احد الاشخاص حكى نظريه جدا عجبتني اللي هي انه الايثر دائما لونه احمر. لما نشوف اي شيء اي بوابه للايثر اي بوابه بشادو اوف ايفل ولا بالزومبي بشكل عام لما نتنقل من بوابه لبوابه او من تليبوتر لتليبوتر دائما يكون عندنا شيء لونه احمر فانه الايثر لونه احمر. والابوثيكن لونهم ازرق لما شفنا ماب ريفيليشن شمس الابوثيكن والدنيا كلها كانت لونها ازرق على لون الابوثيكن. فازرق واحمر لما تدمجهم مع بعض بيطلع عنا اللون بنفسجي. فمثل حاليا العالم الجديد اللي شايفينه هو قسم او عالم متاثر من الدارك ايثر لانه مثل قلنا الابوثيكن ازرق والايثر احمر لما يندمجوا مع بعض بيكون الدارك ايثر. فهي مجرد نظريه بس صراحه انا عجبتني نوعا ما. طيب وطلع من التسريبات كمان انه حاليا بدل ما يطلع لنا الدبدوب من البوكس راح يطلع لنا بداله ارنب. والارنب ما هو شيء عشوائي دائما بنشوف بين العاب ثمانثة في ارنب لونه ابيض. وحتى بحل لغز ريفيليشن في احد الخطوات بنرمي السمنين كي على نافوره وسمنين كي بيسحب ارنب لونه ابيض. فدائما في ارنب قصه الزومبي بين العاب ثمانثة. وحتى اصلا بالاعلان شفنا على الحيط مرسوم ارنب شرير نوعا ما. فصراحه ما ادري ليش ارنب بس اظن انه مثل عم يدلوا لنا انه هذا بالايثر بس يونيفرس او عالم تالي ما له اي علاقه بالابعاد كلها اللي شفناها قبل. الابعاد اللي شفناها قبل كلها كنا دائما نشوف دبدوب كدلاله انه نحن بالايثر الا بعض المابات اللي مسيطرين عليها قوه معينه نفس شادو اوف ايفل مسيطرين عليهم الابوثيكن فبنشوف اخطبوط ولا موب اوف ذا ديد بنشوف قفل بنعرف انه حارس السجن هو اللي حابسنا ومخلينا بهالمكان. فبعض المابات اللي بيكون فيها قوه غير الايثر مسيطره بنشوف هالاشياء بس باقي المابات كلها دبدوب. فحاليا اظن انه الارنب كدلاله على الدارك ايثر او الايثر المظلم نوعا ما. طيب نرجع للتسريبات راح نشوف الوحوش التاليه بماب داس ماشين. راح نشوف بانزر بس راح يكون اسمه بايرو بانزر. راح يكون بانزر بس نوعا ما عنده جيت باك وفينو يطير فصراحه شكله مخيف او شكله جدا قوي. بعدين عندنا هازمه زومبي اللي هو الزومبي اللي لابس بدله نوعا ما حاميه شفناه بالاعلان شفنا لقطه بسيطه بالاعلان لزومبي لابس بدله ميت على جنب مثل ما شايفين قدامكم حاليا. وراح نشوف زومبي مثل الجندي الروسي اللي شفناه بجورد كروفي لانه مثل ما حكينا من شوي هي مثل منشاه كانت للنازيين بالحرب العالميه الثانيه واجوا الروسيين وصاروا يعملوا تجارب عليها فاكيد حدا من الجنود الروسيين مات وبعدين تحول لهالجندي وشينا الكلام. وكمان حكوا بالتسريب انه راح نشوف تلميح على حارس السجن من بلود اوف ذا ديد وموب اوف ذا ديد اللي هو بروتوس. وراح نشوف كمان تلميح على الزومبي الكهربائي الافاجادرو من الفا اوميجا. هذول الشخصين ما راح نقاتلهم ما راح يكونوا وحوش بس حكوا راح نشوف شيء عنهم فصراحه ما ادري ممكن نشوف صور لهم او يكونوا بكاتسين او شخصيات يتكلموا عليهم. بس اللي نذكر بالتسريب انه دورهم فرعي وما راح نقاتلهم. ماب داس ماشين راح يكون في له طورين راح يكون في طور للايستر ايج او اللغز وراح يكون في طور سيرفايفل. بصراحه شيء جدا حلو يعني لو بدك تحل اللغز بتفوت بتلعب وبتبني اشياء عشان تحل اللغز وكذا وبالنهايه لو حليت اللغز راح يعطيك جيم اوفر وينهي الجيم. وفي السيرفايفل اللي اظن يكون معظم الاشياء موجوده ما في داعي تبني اشياء من البدايه مشان حل اللغز بس تفوت وتوصل راوند. هذا مجرد توقع بس الشيء الاكيد انه في مودين في مود للايستر ايج وفي مود للسيرفايفل بس ما بنعرف تفاصيل عنهم. وغير هيك اللغز راح يكون له اكثر من نهايه. اللغز راح يكون له 3 نهايات نهايه جيده لحل اللغز نهايه سيئه لحل اللغز ونهايه بين البينين نفس بلاك اوبس 2. بلاك اوبس 2 كان كل ماب عندنا له لغزين لغز ماكسس ولغز ركتوفن بصراحه واضح انه راح نلعب ونحل الغاز اكثر من مره. طيب واخر شيء عندنا اياه بماب داس ماشين اللي هو البلدبل او الاشياء اللي فينا نبنيها. فعندنا الشيلد واظن يعني متوقعين يكون في شيلد وراح يكون عندنا جيت باك تخلينا نطير وراح تكون جيت باك من 5 قطع. واحده من القطع بناخذها لما نقتل البانزر مو اترككم من شوي انه في بانزر عنده جيت باك وبيطير لما نقتله راح ناخذ من عنده قطعه ونجمع 4 قطع ثانيه ونبني جيت باك يخلينا ننط نطاط عاليه ونطير. بس لا تخافوا ما راح تكون نفس الاكسو زومبي متاكد راح يكون يعني استعمالها جدا محدود وشيء جدا بسيط بس صراحه شيء خرافي راح يزيد متعه باللعب. راح يكون عندنا شيء اسمه ايثر سكوب بالماب اللي هو مثل نظاره او ناطور نوعا ما لما نستعمله راح نشوف لقطات بسيطه من ماضي قصه الايثر. فصراحه ما عندي فكره شو هالشيء بس حسب ما حكوا بالتسريب انه كيف بالاعلان ابو 10 ثواني اللي شفناه كان بالاعلان في مثل لقطات تجي وتروح يا دوب تشوفها فراح نشوف نفس هالشيء بالايثر سكوب هذا راح نشوف فيه اشياء من القصه اشياء تفهمنا عن القصه اكثر واكثر فصراحه شيء جدا حلو. طيب هيك بنكون خلصنا من ماب داس ماشين بس لسه عنا كثير كلام عنا كلام على الاسلحه عن البركات عن السبيشال ويبن وعن الشخصيات. فمثل ما وعدتكم الفيديو دسم الفيديو فيه جدا معلومات رهيبه. طيب اول شيء خلينا نتكلم على الجزء اللي نوعا ما خايف منه اللي هو الشخصيات. حسب ما طلع بالتسريب انه راح نلعب بشخصيه ادلر اللي هو له دور جدا مهم طول القصه راح يكون هو شخصيه رئيسيه وراح نلعب شخصيه
بيكر. شخصية بيكر كمان مهم بطور القصة وشفناه من أحد الأوبريتر بالمالتي بلاير، وما نعرف شو الشخصيتين الباقيين. وشخصية ويفر اللي تكلمنا عليه كتير بالماضي ما رح يكون شخصية نلعب فيها، لا رح يكون هو الشخص اللي رح يتكلم معنا، رح يكون مثل ريكتوفن لما مثلا نلعب مابات بلاك أوبس 2 كيف يتكلم معنا ويحكي لنا شو نسوي، أو ماكسس. فويفر رح يكون مثل هو القائد تبعنا ويوجهنا ويحكي لنا شو نعمل، هو رح يكون الكابتن. فالشيء اللي خايف منه إنه الشخصيات تكون شخصيات أوبريتر نفس المالتي بلاير، اللي هو تختار شخصيات من برا، لأنه شخصية أدلر وشخصية بيكر كانوا موجودين من الأوبريتر بالمالتي بلاير، وكمان شفنا بأول صورة للزومبي شفنا شخصية سارجنت فرانكوود. فصراحة الواضح إنه رح يكون شخصيات الزومبي شخصيات عشوائية نختارها من برا. والشيء المهم بالقصة هو ويفر اللي رح يتكلم معانا، نفس نظام نوعا ما World War II زومبي كان في أحد المابات تختار فيها شخصيات عشوائية، أو نفس نظام Extension بCall of Duty Ghost اللي هي تختار شخصيات عشوائية وفي شخصية رئيسية بالقصة هو اللي يتكلم معك ويحكي لك شو تعمل ويحكي لك عن القصة. فصراحة ما أحب هالنظام أبدا، يا رب يكون هالكلام غلط. أبي شخصيات أساسية، شخصيات موجودة دائما وإلها قصة وتتكلم، ما بدي إنه والله نختار شخصيات عشوائية من برا. ما عندي مشكلة نلعب بشخصية أدلر وبيكر إذا راح يكون عندهم قصة خرافية، بس ما أبي أدلر وبيكر يكونوا فقط أوبريتر نختارهم من برا ويكون عندنا شي 10 خيارات. فأي أتمنى تشاركونا بالكومنت هل توافقوني الرأي ولا معكم مشكلة بالأوبريتر، أظن الكل راح يوافقني الرأي. طيب خلينا حاليا نتكلم على البركات. الشيء الخرافي إنه نظام البركات القديم رجع. البركات راح تكون موجودة هي بيرك ستامينا، بيرك ديتشوت، كويك ريفايف، جاجرنات، وسبيد كولا، وبيرك الإلكتريك شيري، وعندنا بيرك جديد اسمه إليمنتال بوب. صراحة ما عندي فكرة شو هالبيرك، بس من اسمه إليمنتال بوب أظن يعني ممكن شيء يخلي أسلحتك تعطي شيء له علاقة بالإليمنتال، كهرباء أو نار أو هواء أو شيء من الكلام. ما عندنا أي فكرة، نستنى ونشوف شو هالبيرك. البركات راح يكون عليها تغيير بشكل جدا كبير، وكل بيرك له 4 تطويرات. فأظن لما نشرب بيرك معين نسوي له تحديات معينة أو ترجع تدفع فلوس لتعمله التطوير، ما عندي أي فكرة. بس الكل بيرك راح يكون له 4 تطويرات، وأظن شفنا هالشيء ببلاك أوبس 4. بلاك أوبس 4 لما تحط بيرك بقسم معين يعطيك بيرك مطور، يعطيك معاه خاصية إضافية. فأظن هون نفس الشيء، إنه كل تطويرة للبيرك راح يضيف خاصية للبيرك أكتر وأكتر. بيرك الدبل تاب ما راح يكون موجود، راح يكون نفس بلاك أوبس 4 اللي هو لما تطور سلاحك 4 مرات بالباك بانش راح يجيك الدبل تاب. وبالنسبة لأشكال بيركات، فأشكال بيركات تغيرت. قبل متعودين عليها اناني كولا ازاز، حاليا صارت اناني كولا حديد اللي هي بسموها الكنز نوعا ما. فصراحه ما عندي اي فكره ليش غيروها. ما انتم شايفين صوره قدامكم حاليا، هي مو صوره رسميه، هي احد الاشخاص صمم هالصوره عشان يعني ناخذ فكره كيف هيكون اشكال البركات الجديده. بس اظن انه عالم تاني ويونيفرس تاني وكذا، فقاعدين يغيروا شويه اشياء بسيطه نفس هيك. وبالنسبه للباك بانش او آلة التطوير، فحاليا لازم تبنيها، واظن هذا مو شيء جديد. شفنا قبل مبات الزومبي باك بانش نبني، اظن بدير ايسندراخ ما كان نبني، كان قطع موجوده باربع اماكن او ثلاث اماكن، تروح تضغط عليها مربع واخر شيء يتجمع بمكان واحد. فهون نفس الشيء، انه في قطع لازم نجمعها عشان نبني الباك بانش، والباك بانش راح يكون في ابجريد اليمنتال اللي هو النار او التيرن اللي حول زومبي معاك او الكهرباء، نفس بلاك اوبس 4 ونفس بلاك اوبس 3. سلاح الريغان العادي الطبيعي راح يكون موجود، راح يرجع، وراح يكون في سلاح ريغان جديد اسمه ري رايفل. ففعليا راح يكون ريغان بس رشاش، ما راح يكون ريغان مارك 2 ولا مارك 3، ممكن هذا يكون ريغان مارك 4، بس اسمه ري رايفل. واظن بماب كلاسيفايد ببلاك اوبس 4 شفنا مخطوطات لسلاح ريغان مارك 4 وريغان مارك 5، بس ما لعبنا فيهم ولا شفناهم، بس شفنا مخططات لهم، فممكن حاليا نشوف هالاسلحه. وعلى سيره الاسلحه، حاليا لما يطلع لك اي سلاح من البوكس راح يطلع درجه ندره هالسلاح نفس فورتنايت، فراح يطلع لك سلاح اذا كان اخضر او ازرق او بنفسجي او اصفر، يعني مو والله كل سلاح له 4 انواع، لا، فقط لما تاخذ سلاح راح يكون ورا السلاح في لون معين عشان تعرف انه السلاح اللي يطلع لك سلاح نادر ولا سلاح موجود دائما. فلو طلع لك سلاح باللون الاصفر راح تعرف انه هذا سلاح جدا نادر ويكون شيء خرافي انه اجاك، لو طلع لك سلاح وراه باللون الازرق او الاخضر راح تعرف انه هذا سلاح عادي ويطلع بشكل جدا كبير. وبالنسبه للسبيشال ويبن، فعندنا 4 اسلحه. صراحه ما عندي اي فكره اذا كانت اسلحه السبيشال ويبن نفس بلاك اوبس 4 اللي هو نختارهم من برا بالمنيو ونبدا الجيم معاهم، او نفس بلاك اوبس 3 اللي هو نبني السلاح جوا الماب. صراحه اتمنى يكون نفس نظام بلاك اوبس 3 او نوعا ما ميكس بين بلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4 اللي هو نختار السلاح من برا شو السلاح اللي بدنا اياه، بعدين لما نفوت على الجيم ما يكون السلاح عندنا جاهز، لا نفوت على الجيم ونسوي مهمه معينه وبعدين يعطينا السلاح. فالاربع سبيشال ويبن اللي عندنا اياهم اسمائهم هي كالتالي. اول سلاح اسمه هيلينج اورا، صراحه من اسمه واضح انه شيء له علاقه بالريفايف لانه اسمه هيلينج اورا. السلاح الثاني اسمه فروست بلاست، ومعناه بالعربي انفجار العاصفه الثلجيه.
أظن راح يكون شيء يعطينا عاصفة ثلجية نفس ستاف الثلج بماب أورجنس. والسلاح الثالث اسمه إيثر شراود، ومن كلمة شراود واضح إنه شغل تقطيع، ممكن يكون سيف أو سكاكين. وآخر سبيشال ويبن اسمه إنرجي مايند، وبالعربي لغم الطاقة، أظن واضح من اسمه راح يكون لغم وبيسوي انفجار أو طاقة جدا قوية لما ينفجر ويقتل الزومبي. وبالنسبة لنظام العلكات أو الجبل جامز، فراح يكون عنا إليكسرز نفس بلاك أوبس 4، ما راح يكون عنا العلكات، وأظن واضح ليش عملوا هالشيء، لأنه العلكات نفسها ببلاك أوبس 3 إلها علاقة بدكتور مونتي بشكل جدا كبير. فحاليا بالقصة الجديدة هي دكتور مونتي ما له موجود، والإليكسر ببلاك أوبس 4 كانت محطوطة بدون قصة، كان يعني فقط حاطينها إنه كخصائص، فنوعا ما حطوها بهاللعبة كأشياء تعطيك خصائص وما لها علاقة بالقصة نفس العلكات ببلاك أوبس 3. بس بالنسبة للنظام تبعها، هل هو نفس بلاك أوبس 3 تروح وتاخذ من آلة نفس آلة العلكات، ولا نفس بلاك أوبس 4 تبدأ معك أربعة؟ فما عندنا أي فكرة شو راح يكون صراحة. أتمنى تشاركونا بالتعليقات شو تفضلوا يكون النظام، نفس بلاك أوبس 3 تروح عند ماكينة وتاخذ واحدة، ولا نفس بلاك أوبس 4 تبدأ الجيم ومعك أربعة؟ وراح يكون من المشتريات في نظام السيلف ريفايف، اللي هو نفس اللي كان موجود بكول أوف ديوتي وورلد وور 2، اللي هو لما تفتح باكيجات عشان تطلع علكات ممكن يجيك معهم ريفايف، اللي هو يكون عندك مثلا 5-6 ريفايف، فلما تفوت على الجيم وتلعب سولو أو مع أصحابك وتموت يحكوا لك إنك أنت من برا الجيم عندك 5 ريفايف إنك تستعمل واحدة منهم عشان تعيش. وآخر معلومة عنا ياها بهالفيديو، إنه موسيقى الزومبي موسيقى الدماند اللي متعودين عليها، اللي شفناها ببلاك أوبس 1 بلاك أوبس 2 بلاك أوبس 3، وشفناها بالجزء الثاني من بلاك أوبس 4، راح ترجع بفيرجن جديد كليا، بس نفس الموسيقى اللي حاليا عم تسمعوها بالباك جراوند. فهي معلومة جدا خرافية. فيا شباب، هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم شو الاشياء اللي حبيتوها من هالمعلومات وشو الاشياء اللي ما حبيتوها. اتمنى بهالتعليقات ما تكون ناس قاعدين يشاركوا بالجيف اوي، لانه الفيديو ما عليه جيف اوي، بس انا انه في بعض فيديوهات بقناتي عليها جيف اوي، فالناس يفكروا انه كل الفيديوهات عليها جيف اوي. هذا الفيديو ما عليه جيف اوي. اتمنى التعليقات ما تكون ناس عم يكتبوا ايميلاتهم وكذا، اتمنى التعليقات يعني تكون مناقشة عن هالتسريبات، شو الاشياء اللي حبيتوها وشو الاشياء اللي ما حبيتوها. وبس، كان معكم شركيات، شكرا كيشكم، ديهات تاني ان شاء الله، مع السلامة.